الصورة اللي معانا النهاردة هي صورة اللاعب رقم واحد في ملعب الأهلي، صورة الجماهير اللي دايما واقفة في ظهر النادي واللعيبة اللي نزلت امبارح في مباراة الأهلي مع أسوان وملت الشوارع وزلزلت الاستاد. فعلا جملة جمهوره ده حماة، مش مجرد جملة، لا دي كلمات بتتردد، ولكنها مش مجرد كلمة وكلمات بتتردد، لا لكنها مشاعر وأحاسيس وحب وانتماء لكل واحد بينتمي للكيان العظيم ده. كل جماهير الأهلي اللي دايما وراه في الحلوة والمرة، زي ما بنقول على الحلوة والمرة دايما معاه. الصورة اللي قدامنا دي بتقول ان في حب كبير وعشق للكيان فوق الأوتوبيسات وفوق الأسوار، زي ما انتم شايفين، وفي الشوارع شباب وأطفال وكبار بالأعلام في كل مكان. بجد الفرحة كانت كبيرة قوي قوي امبارح. الحقيقة يا أميرة، جماهير الأهلي مش جماهير أقوال فقط، هي جماهير أفعال، واللي بتقوله هو اللي بتعمله، هو اللي بتكون حاسة بيه. امبارح الجمهور حقيقي بيضرب نموذج رائع في الحب والوفاء والانتماء للنادي. شفنا قد ايه ناس سافرت ورا الفريق لأسوان علشان يحضروا الماتش، وشفنا كمان يمكن اهالي أسوان كانوا موجودين وبيشجعوا بيؤازروا وبيشجعوا اللعيبة في الملعب علشان يقولوا للعيبة لازم نكسب، احنا وراكم في اي حتة. وكان وحصل وحقق الاهلي فوز كبير ومهم في وقت خلينا نقول ان هو صعب. ناس كتير كانت بتخرج وتنتقد الفريق واللعيبة بعد الهزيمة من الهلال وكاس العالم للأندية، لكن خلينا نقول هو ده الاهلي وهم دول جماهير الاهلي. جمهوره ده حماية على الحلوة والمرة معاه، يمكن هي مش كلمات بس بتتقال، دايما بنشوفها افعال من جمهور الاهلي. خلصت فقرتنا الاولى، هنطلع دلوقتي فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا.